شهد محافظ البنك المركزي حسن عبد الله ووزير الزراعة علاء فاروق توقيع الاتفاقية التشغيلية للمرحلة الثانية من مشروع دعم صغار المزارعين برعاية البنك المركزي بين وزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. من جهته أكد محافظ البنك المركزي بأن البنك يدعم التعاون ما بين كافة الجهات المحلية والدولية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة. من جانبه أوضح وزير الزراعة أن المشروع يهدف إلى دعم صغار المزارعين في صعيد مصر وبناء قدراتهم من خلال مجموعة من الآليات المبتكرة القابلة للتطبيق التي تشمل تحسين كفاءة الإنتاج. أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير أكد أن عرض قطار فيلارو المخصص لقطارات الخط الأول من شبكة القطارات الكهربائية السريعة المصرية من أهم معرض تجاري لتكنولوجيا النقل في العالم، يعكس رسالة هامة تتمثل في أن هذا المشروع هو رمز للصداقة المصرية الألمانية. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصناعة والنقل في فعاليات معرض إينو ترانس 2024 الذي يعد أكبر معرض تجاري لتكنولوجيا النقل في العالم. أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على حرص الدولة على مصالح العمال وتشجيع الاستثمار. جاء ذلك خلال لقاء المستشار محمود فوزي مع وزير العمل محمد جبران لمناقشة مشروع قانون العمل خلال الفترة المقبلة في المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل. وأكد وزير الشؤون النيابية والقانونية أن تكليفات الرئيس السيسي واضحة بصياغة قانون محفز للاستثمار يراعي الحقوق والواجبات. افتتح وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي ورشة العمل التي نظمتها بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج بهدف الترويج والتسويق للمزايدة العالمية التي طرحتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاز مؤخرا، التي تشمل 12 قطاعا بريا وبحريا للبحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل. شهدت الورشة التي أقيمت تحت عنوان اكتشاف إمكانات البحر المتوسط مشاركة أكثر من 25 شركة عالمية ومصرية متخصصة في مجال البحث والاستكشاف، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من قيادات قطاع البترول. توجه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت إلى روسيا للمشاركة في أعمال اجتماعات وزراء الطاقة لدول بريكس وفعاليات أسبوع الطاقة الروسي. يهدف الاجتماع إلى مناقشة الموضوعات المشتركة ودفع سبل التعاون وتفعيل الشراكة ما بين الدول الأعضاء ونقل الخبرات خاصة في مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. أكد وزير المالية أحمد كوشك أن السياسة المالية خلال الفترة المقبلة ستكون أكثر تأثيراً في دفع حركة وتنافسية الاقتصاد المصري في إطار السعي لتحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة المصرية. جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية بوزير الاستثمار والصناعة والتجارة بأوزبكستان لذيذ قدراتوف على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بأوزبكستان. أكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية شريف الكيلاني أكد على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة ما بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وخلال اجتماع بوزارة المالية بالعاصمة الإدارية مع عدد من المسؤولين أكد الكيلاني أن تلك اللجنة تستهدف توحيد المفاهيم والإجراءات من أجل الوصول إلى صيغة قانونية توافقية للجميع يكون هدفها التسهيل والتحفيز لهذه المشروعات.
وإلى البورصة المصرية، حيث ارتفع رأس المال السوقي بنحو 3 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 2 تريليون 111 مليون جنيه. وسط تباين المؤشرات، أما على صعيد المؤشرات تراجع مؤشر إيجيكس 30 بنسبة 4.49% ليغلق عند مستوى 30871 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.27% مغلقا عند مستوى 7333 نقطة، فيما صعد مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.1% مغلقا عند مستوى 10427 نقطة. وإلى أسواق البترول العالمية، حيث سجلت أسعار النفط ارتفاعا وسط المخاوف من اتساع الصراع في منطقة الشرق الأوسط. على صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة بلغت 0.3% مسجلة 74.11 دولار للبرميل، كما صعدت خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 0.3% مسجلا 70.61 دولار للبرميل، فيما أيضا ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 1.7% لتصل إلى $2.12 في اللتر، كما صعدت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 1.81% مسجلة $2.32، وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وإلى المغرب، حيث أبقى بنك المغرب المركزي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 2.75%، موضحا أن تكاليف الاقتراض تنفق أو تتفق مع التوقعات المالية والاقتصادية، فيما توقع البنك أن ينخفض النمو الاقتصادي إلى 2.8% هذا العام من 3.4% العام الماضي، وذلك بسبب الجفاف. كما توقع بنك المغرب المركزي أن يتباطأ التضخم إلى 1.3% هذا العام من 6.1%، وذلك في 2023. We'll be right back.